من أجل التذكير بإلزامية الكمامات والتعقيم، نظرا لأننا نتواجد بالمنطقة الرقم 1 وحذر أن نكون في المنطقة الرقم 2، فهناك استرخاء لكي لا نكون مصابين كمدينة أسفي. الله يخليكم. العيادات إلزامية الكمامات ضرورية، ما زال الوباء قائم، ما زال فيروس كورونا قائمة. قيادة اولاد عزوز على التعطير والتحسيس دائما من أجل المواطن المغربي. وزارة الداخلية عطتنا الخروج، رحنا غادي نرجعوا مازال. مازال ما كاينش كمامات، وكنشوفوكم مازال فيما بينكم ما كاينش متر او مترين، راه غترجعوا كيما رجعت مدينه اسفي. الله يخليكم. راه لا داعي باش تضربوا بالعيد الكبير ولا راه الحدود وغلق كلشي من اجل كثير من اجل المواطن المغربي. راه ماغاديش تضربوا في العيد الكبير، راه الصحه ديال المواطن قبل كلشي ضروري. الله يخليكم. راه ما بغيناش نرجعو المنطقة رقم 2. راه القائد الملحقة الإدارية ولاد عزوز كي معتمد، أعوان السلطة مشكورين جميعا ديال ولاد عزوز على التعطير والتحسين في الساكنة، وسائل الإعلام معنا، حاضرة معنا، حنا صافي مشكورة. و ها التجار، الله يخليكم، راه ما بغيناش نرجعوا للمنطقه رقم 2. الشباب ديروا الكمامه ديالنا ورجعوا للتعطير، راه نعاودوا ديالنا في البحر والخروج والمواقع الحكوميه. الجوامع غادي يبداو نهار الاربعاء، الجوامع غادي يبداو نهار الاربعاء، صلاه الظهر نهار الاربعاء 15. الجوامع الله يخليكم راه غادي يبداو نهار الاربعاء مع الكمامه والتعقيم. والشباب ديروا الكمامه ديالكم، راه كاين الاعتقال، راه 16 ريال كدير الكمامه، 16 دير الكمامه، راه كاين الاعتقال، راه يدوك عمرك ما حضر. الباعة المتجول هضرنا معك شحال من مره، الكمامه والالزاميه ضروري وكان، والقائد الملحقه شحال من مره، الكمامه الالزاميه في الدار ومع المراه ومع الوليدات ضروريه. الله يخليكم. الشباب ديالنا الله يخليكم رجعوا كما كنا ورجعوا من وراها، ما نحبسوش الشارع. الماء القاوي هانتوما ترجعوا، الشباب اللي غاديين للبحر هانتوما ترجعوا ثاني. علاش حابسين الشارع؟ علاش حابسين الشارع؟ الطيارات والطيارات والحدود ضحى بكل شيء من اجل المواطن. راه الوباء رجع ثاني انتشر. العيالات خارجين ولادهم بلا كمامه بلا والو، هذا غير الحجر الصحي التدريجي فقط، راه باقي ما تشافيناش، راه باقا 670 حاله في النهار. الله يرحم بكم الوالدين، تعاونوا معنا، تعاونوا مع السلطات المحليه، غنديروا التعقيم باش نعقموا بيوتنا، الوباء انتشر بكثره. اليوم الحاله وصلت مع 600. الله يخليكم. دائما نحن مع المواطنين. الله يخليكم نرجعوا كما كنا، راه نرجعوا للمنطقه الرقم 2، نرجعوا بحال اسفي، حذاري حذاري ثم حذاري. نتمنوا الشفاء العاجل، اكبر الوباء رجع ثاني. الله يخليكم الوباء رجع بسرعه ديال البرق. وبيعرف يلعب بسرعه جدا. خالد ناصر لولاد عزوز، قائمة الملحقة الإدارية خارج تقسيم كيحذركم، راه بغينا الحرية ديالنا تكمل، ماشي بغينا ترجع ثاني من الصفر. حذاري ثم حذاري. معنا العتاك نحن البلاد والعزف فينا لا يدني. بعد الوباء القاتل فيروس كورونا، ما زلنا مع هذا العدو المفترس، راه انتشر اليوم بسرعه ديال البرق، راه انتشر ثاني هذا الوباء. الله يخليكم الباع المتجولين، راه الحريه ديالكم تعطات، هي غتمشي لكم ثاني من جديد، وعطوكم الحريه هي غتمشي لكم. الله يخليكم. فين هو التعقيد؟ فين الكمامه؟ فين هو التباعد؟ راه انتوا كتسحبوا هذا الفيروس كورونا غير الطاح. الله يخليكم، راه انتشر بسرعه في هذه الايام قليله. هادشي علاش لقيت خارج اليوم مع عوان السلطه وصاد تيفي، ومعنا الفنان الكبير المقتدر خالد ناصر. الله يخليكم. صايد السيارات نديروا الطابي ديالنا الامور التحكه، معنا حاضر شخصيا من اجل هذه الحمله التحسيسيه. تحية الساكنة جميعا، الشيوخ والنساء والاطفال ديالهم، تحية لكم جميعا، ولكن احترموا، احنا المغاربة معروفين واحد شوية. خليكم الشباب، هذه حملة تحسيسية، الوباء انتشر بسرعة ثاني، الوباء انتشر. الله يخليكم. هالباعة، هالتجار، عمالين القهاوي والتباعد، المهم الخبز، تحية ديالي فقط. راه مازلنا في الحظر الساحل التدريجي فقط. قائمة الملحقة الإدارية اولاد عزوز دائما هو السباق في الحملات التعسيسية والتوعوية بجانب شيوخ ومقدمين لهذه المنطقة وقوات المساعدة وقناة صوت تيفي المواكبة لجميع الحملات التحسيسية بتواجد الفنان الكبير المقتدر خالد ناصر. مشكور على تتبع دائما هذه الطباق في الحملات التحسيسية والتوعوية بجانب أعوان. نتمناو دائما باش ما نكونوش في المنطقة رقم 2، مع العلم أن جميع المساجد ستفتح الأبواب ديالها ابتداء من يوم الأربعاء لصلاة الظهر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.